عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات داخل المغرب وخارج المغرب، تحية كبيرة وكبيرة لكم بزاف بزاف، وكنقول لكم عواشركم مبروكة كتدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية وطولة العمر، وباش تمنيتوا إن شاء الله، ونطلبوا من ربي الكريم الله يرفد علينا هذا الوباء علينا وعلى أمة محمد أجمعين ويشافي كاع الأمة الإسلامية. الإخوان والأخوات اللي داخلين عندي القناة الأولى كنقول لهم راها تحيدت لي ديك القناة، مشات لي وأنا درت قناة جديدة، واللي بغى يدخل عندي القناة جديدة. وكنقول لكم الإخوان والأخوات القناة نعاودها لكم ثاني مرة، القناة اللي كانت عندي قديمة مشات لي، واللي كان عندي الإخوان والأخوات في القناة القديمة دخل عندي القناة الجديدة نتاعي ويتفاعل معايا في دوك لي جيم زوينين تاعكم ولي زابونين تاعكم، ونشكركم بزاف بزاف الى تفاعلتوا معايا. وكنقول الاخوان والاخوات لتاني مره ولتالت مره، انا اللي كيعيط لي الناس بزاف كتدخل عندي الفيسبوك، انا كنقول لهم ما كندخلش الفيسبوك بزاف، والنميرة عندي في القناه نتاعي، اللي بغى يدخل عندي ويعيط لي وبغى يفهم شي حاجه ولا يعرف شي حاجه ولا يستفسر على اي حاجه يدخل عندي القناه نتاعي، راه فيها النميره، ويتصل بيا على النمره العاديه ولا على الواتساب. ومرحبا والف مرحبا بكم عندي الاخوان والاخوات كاملين، وكنقول لكم كنموت عليكم المغاربه خوتي وخواتاتي بزاف بزاف، ونموت عليكم بزاف بزاف، وكنحبكم وشكرا لكم بزاف. ولتالت مره والاخر مره كنقول لكم تفاعلوا معايا بدوك لي زابوني زوينين تاعكم، ولي لايك لي لايك لي لايك الا دعمتوني بهم، كنشكركم بزاف